المشاهدين ومتابعينا الاعزاء، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. أطبتم وطابت اوقاتكم بالمسره وبالمحبه. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، اينما كنتم واينما تواجدتم على زوايا وجنبات ارضيه ملعب حديقه الامراء، هنا في سهره يوم الجمعه والجمعه الجماعه التي نعم تجمعنا هنا على ارضيه هذا الملعب، وفي بطوله عصم الثانيه لعام 1444 2022، ولم تكن موجوده في اللقاء السابق لكم من نسائك، لاس علما بان مباريات تقنيات التثمين فريقي نجوم تورنتو كسب تلك المباراه بعد نعم ان تم انسحاب فريقي المحاوله في اللقطه الماضيه وخطا لمصلحه عبد السلام السلمي. حنتابع الى الخطا والكره الثالثة، يوسف يايا، فوزتي فوزتي فوزتي، الله 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 على اللقطه الماضيه، الله على اللقطه الماضيه قويه لمصلحه الوطني. الوين 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 الوين، هي في المرمى يا ناس، هي في المرمى يا ناس، هي في المرمى يا ناس. وعمار احلى الناس، عمار احلى الناس، هي في المرمى يا ناس، وعمار احلى الناس. الوطني يتقدم، نعم الاولى عدت عوافي علي عقيل، الاولى عدت سلامات، لكن الثانيه عمار 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 عمار، ظهر عمار والوطني ظهر، لا مجال للاختفاء، المجال للظهور. الوطني وصل، الوطني سجل، الوطني عبر، الوطني وصول، وكون عند اسيا محاولة القائمة من اجل الوصول، لكن بتعدي بتوصل عند عبد السلام، علي السلام حاضر الان، المحاولة من عناد، اليزيدي اليزيدي عدى، اليزيدي مر، العرضية جول 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 جول، لا لا يا الكحلي. راح نتابع الان المحاولة من اجل الوصول، المحاولة من اجل التقدم، كرة ثابتة امامية وعالية عالية عالية، عدت عدت الى ركلة الزاوية، عدت الى ركلة الزاوية. العودة لجاكي على طول المرشدي، طوح بها بعيدا، يبحث عن الكحلي، رأسية فوزتي، عناد اليزيدي، عد عناد عد عناد، جول جول، الله 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 الله، ما زالت ما زالت ما زالت ما زالت ما زالت ما زالت، لكن بعد ذلك الابعاد. العودة مرة اخرى، استلام من ايمن، حتى ايمن بعد ذلك ايمن مرة اخرى، ايمن راح لكن مع مين؟ مع الجبارة فيصل. العلاء اوه الصافرة موجودة، والخطأ ايضا كذلك موجود، وبالتالي كرة ثابتة لمصلحة نجوم تورنتو. عادت الكرة بجريد امامية خطيرة الكرة، لا تميد باري شعرها محمدية، جول عبد الهادي، عبد الهادي يا ناس، عبد الهادي يا ناس. عطفت الأولى، الوطني يقترب من الخروج بنقاط الشوط الأول، لكن الشوط الأول ليس كافيا بأن يعطيك نتيجة المباراة. وبتلك الوضعية أيها السادة يا من تتابعوننا في زوايا وجنبات أرضية ملعب المباراة وعبر بث شبكة اليوتيوب. إذا مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، عودة مرة أخرى وعودة لجديد الاستكمال، يحتاج الشوط الثاني من هذا اللقاء ومن هذه المواجهة التي تجمع نجوم تورنتو فريق الوطني أو فريق الوطني ونجوم تورنتو. الشوط الأول تركناه بتقدم الوطني عن طريق اللاعب عمار الذي تمكن من إضافة هدف أول ومن إضافة جول أول على مستوى الحصة الأولى. ركلة الزاوية عند فيصل جبارة، الكل يتاهب ويستعد، حنتابع الان الوين الوين، جول جول جول، عبد الهادي يا ناس، عبد الهادي يا ناس، عبد الهادي يا ناس، عبد الهادي يا ناس، ما شاء الله على عبد الهادي، ما شاء الله على عبد الهادي، شالها شالها وكمان شالها وكمان شالها، رجعت لسكرمة، تورنتو بدا يضغط، بعيدا من سكرمة الكرة تمام، لن اتابع خطاياتي خطاياتي، حنتابع الان حراقي بالاخطاء، ابرافا يا عمار، ابرافا يا عمار، لكن كانت احلى من السلمي، كانت احلى من السلمي.
موجود في هذه اللحظات عند السكرة الكرة ملعوبة. عدت الكرة الماضية، عدت الكرة الماضية، تبديل ياتي بنا قرق الوراء وبنتيجة المباراة بنفس الأسماء. رابينيو مشاها في الأمام، بعد ذلك بس من أمام موسى إلى عودة لرابينيو. رابينيو مشاها في الأمام، جاءت عرضية، جول الإبعاد، خطيرة. الله ألا يستحق تحية؟ ألا يستحق صفقة؟ ألا يستحق صفقة عبد الهادي؟ ألا يستحق التحية عبد الهادي؟ عبد الهادي الشايف اللي أنا شايفه يا عصم، الشايف اللي أنا شايفه ينبري يتصدى يتجلى هنا في ملعب حديقة الأمراء. الله 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 يا عبد الهادي. إعلان أوت رمية جانبية لمصلحة فريق تورينتو، ونجومة. الوين يا خاليو، عدت يا مرشلي، عبرت الكرة الماضية. اها اتحولت ايمن. يا سلام ما زالت الكرة عند العصر فدار على طول مصطفى، يعود بجليل موسى عيسى. وين اللمسة؟ وين الهربة؟ العرضية وين فاستي وين؟ يا فاستين ما شاء الله تبارك الله يا فاستين. إلى زالت الكرة عند الملة، اتحولت الكرة محمدية. روبينيو على طول أمامية خطيرة. فاستين الكرة الآن بترجع من جديد. روبينيو على طول. جول. أها 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 هي مانعة، هي رافضة، هي لا تريد. بينيو تمريرة خطيرة، العرضية وين؟ جول. عبد الهادي يا ناس. العمر في الحياة هنتابع الآن. الوين الكرة منقولة هناك في ناحية لنا. محمدية سيطر عرفها. أوهو هي رافضة، هي تريد الوطني، هي تبحث عن الوطني. هم من قدموا المهر الاغلى. ذلك سهله في احضان حارس المرمى عبد السلام السلمي. الكره منقوله في الامام. اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، حكم اللقاء عبد العزيز الشيخ يطلق الصافره معلن نهايه احداث هذا اللقاء. تورينتو والوطني يتمسكان ببعضهما البعض ويرافقان بعضهما البعض الى دور الثمانيه. تورينتو سيقابل نجوم أو اتحاد الرصيفة على مستوى لقاء دوري الثمانية. حصل على جائزة أفضل لاعب في هذه المباراة الحارس عبد الهادي من فريق الوطني. يسلم الجائزة على الأستاذ أحمد الفواز رئيس شركة تقنيات التثمين للتقييم العقاري، كذلك تكريم من رئيس أكاديمية الموت للكابتن عصام بلاتي منظم هذه البطولة.